لأن المتعلم غير طبعا وده اللي الأهل. يخلينا نبقى يعني مبسوطين ان حضراتكم بقيتوا بتركزوا اكتر على الاب اللي هو اولا مسؤول عن الاسره، فمش بالظبط هيخلي ابنه ينزل او حتى بنته، يعني هو بالظبط ما بيتوقفش عند الذكور فقط. انا طبعا. بنشوف بنات بينزلوا يشتغلوا وهم برضو في سن صغير يعني، واتمنى ان الموضوع ده يبقى فيه متابعه يعني اكيد اكتر بكتير. أكيد طبعا. اكيد من برضو الناحيه الخاصه بالمجلس القومي للسكان لحضرتك دكتور، انا يعني من ضمن الحاجات فعلا اللي سعيده بيها واللي كنا يعني بنعرفها اكتر باكتر هي فكره متابعه الام، لكن اللي يبقى لها دفتر تمام دي بالظبط بصراحه متابعه رائعه، لاني دايما المكتوب قصادي هو اللي بيخليني ابقى فاهم بالظبط. وبيحفزني للعمل. متابعه الام في الفتره دي من خلال الدفتر بتفضل لحد امتى؟ ما احنا ممكن نقولها على الوسيله في فتره النفاس، ولكن احنا عايزين يبقى في تنظيم زي ما قلنا للاسره يعني على الاقل سنتين. هل المتابعه بتبقى لمده السنتين فعليا بالظبط وبعد كده بنتيح لها فرصه ان هي لا عايزه تنجب لا عايزه تكمل ان هي ما تنجبش دلوقتي براحتها؟ هو طبعا امين حضرتك. اهتمام القياده السياسيه طبعا او قطاع وزاره الصحه في نقطه بس مهمه، ان احنا كل الخدمات دي اللي بتتقدم كلها خدمات مجانيه، كل الخدمات دي الوسيلة مجانيه، المتابعة وسيله متابعه الحقن اللي بتتاخد خلال فتره الحمل 9 شهور لحد ما بيتم الوضع، سواء زيها زي في التطعيمات مكان طبعا طبي مشاهدينا كلها مجانا. سواء في مكان طبي خاص او سواء في مكان طبي حكومي. من بداية الحمل، مجرد ما الأم بتعرف إنها حامل النهاردة ليها عدد معين الحقن على حسب هي في يعني الطفل الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع وهكذا، بيبقى ليها عدد معين اللي هي بنسميها إيه، حقن التطعيمات أو التيتانوس، الحوامل زي ما إحنا بنسميها. طيب هي خلاص وضعت، يبقى خلاص اتحطت عندي مجرد ما بيجي للطفل اليوم الثالث لليوم السابع من الولادة عشان ياخد الخدمات بتاعته، ودي من ضمن المبادرات اللي إحنا سؤال اتفضل. دكتور محمد معلش، هو طبعا متابعة الأم ما بعد الولادة دي بتيجي من خلال يعني وصول الطفل الوحدة الصحية أو مركز الرعاية، بالظبط لكن معرفة الأم الحامل من بداية الحمل حتى لو كانت لسه لأول مرة دي بتعرفوها إزاي لو هي ما لجأتش للخدمة هي الطبية؟ لازم هتيجي تاخد الخدمة الطبية، لازم تيجي تاخدها، لأن الحاجات اللي موجودة عندنا مش موجودة في الخاص بره. تمام يعني أوكي في حاجات احنا النهاردة بنقدمها يعني زي الأمصال بتاعتنا، زي الطعوم بتاعتنا، زي الحاجات اللي هي موجودة في القطاع الطبي، دي مش موجودة في هي القطاع ممكن الخاص تكون بره. مهملة لنفسها، هي مش فكرة ان هي في البعض بيحصل معاه كده، هتلجأ ولذلك احنا يعني بنتكلم في نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا في القضية بتاعتنا دي، اللي هي المعرفة. يعني هي دي النقطة الوحيدة، المعرفة، ان احنا يعني حتى الشخص اللي هو لو اجنور او ان هو مش عارف، او بنحاول ان احنا نوصل له، بنحاول ان احنا نوصل، لكن هو يعني قطاع مش قليل، او يعني نسبة مش قليلة، ما يعادل 90% بيوصل لنا، طب الحمد لله 90% بيجي لنا، تمام بتتابع من اول يوم مجرد انها ما بتعرف بتجيلنا لحد ما بيتم الوضع خلال فترة صغيرة. لازم هنعرف ليه، لان دي من ضمن المبادرات اللي احنا طبعا شغالينها، اللي هو السمع. مبادرة السمع دي مهمة، لان كانت الام في الاول مثلا من فترة صغيرة تروح عشان تاخد الغدة بس، لكن دلوقتي لا، دي بتروح عشان تاخد الغدة، عشان تعرف التطعيمات بتاعة الطفل، عشان تاخد الكراسة بتاعته، علشان تعمل كمان ايه، السمعيات. الخاصة السمعيات دي بالجنين مهمة جدا، يعني دي حاليا شق يعني اهتمت بيه الوزارة جدا، جدا دي سمعيات. كل الخدمات دي مجانية. طب انا حلو خدت الحاجه دي، سجلت في الدفتر، خلال 40 يوم زي ما وضحت لحضرتك ان ليا 4 زيارات، بيكون الرائده او المثقفه ومعاها الممرضه. طيب انت بعد ال 40 يوم المفروض ان في وسيله انا باخدها، تمام ولو حصل عندي اي مشكله في النص بنعرفها انها لازم تيجي، تمام ولو في معاها مشكله بيروحوا لها وبيتم تكثيف الزيارات، مفيش مشكله. طيب تمام متسجله خلاص بتواريخ معينه، خلاص اصبحت ايه، منتظمه معايا. طيب هي جت خدت وسيله او ما خدتش وسيله، دي ده شق معين. الشق الثاني، طب ما هي لازم هتجيلي عشان الطفل ده له تطعيمات عندي من عمر يوم لحد سنه ونص. تمام يعني احنا في تطعيمات عندنا اللي هو شهرين واربعه وسته وتسعه والسنه والسنه ونص، ده غير التطعيمات اللي هي بتيجي طارئه في النص. في النص يعني حاليا دلوقتي تكثيف حاليا طبعا الوزاره مهتمه جدا، طبعا هي اصبحت مصر خاليه تماما من شلل الاطفال، ولكن ظهور اي علامات حتى لو بسيطه بنلاحظ الوزاره كثفت. لا في حملات لشلل الأطفال بالظبط، خلال يعني السنة أكتر من دلوقتي مرة حاليا بتتعمل اكتر من مره في السنه، صحيح. فده في النص برضو بيخلينا ان احنا نتابع بره، بنشوف الدنيا دي فيها ايه، بالاضافه للكراسه. الكراسه دي حتى لو الطفل تغيب، حتى لو مش موجود في المحافظه، لازم بيكون لي رقم عندي بدور عليه، فهي اصبحت يعني في دايره صعب الخروج منها. تمام وكل ده في ظل حتى لو اتكلمنا ان في بعض الـ 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 الـ
يعني الأب أو الأم بيتلككوا أحيانا بقضية الظروف أو المعيشة، بكرر تاني إن كل الخدمات دي خدمات مجانية فما مجانية. لهمش حجة. تمام. طيب هرجع لنقطة مهمة جدا يا دكتور، لأن هي دي اللي هتساعد أولا على فكرة إن صحة الأم تبقى قوية، إن هي تستطيع إن هي تنجب الطفل وهو طفل برضو بصحة كويسة. هل بننصح الأم بفكرة إن بنفصل بين كل طفل والتاني سنتين؟ ده يعني مفروض، طبعا لأن مفروض إن هي بترضع الطفل طبيعي في الفترة دي، فيفضل إن هو يكون سنتين. ده من ناحية يعني الطبية والدينية، إن هي يعني ده بالظبط مفروض. بالظبط. إلى جانب بقى، هل هي بتقتنع؟ يعني حضرتك ذكرت لي نسب، أستاذ يحيى ذكر لي نسب طفيفة في معدل الإنجاب، بس يعني ماشيين صح. لكن النسب اللي حضرتك شايفها ومتابعها مثلا من خلال إدارة كومومبو، هل فعلا احنا شايفين ان في نسبة للوعي والوضع الانجاب، اني بفصل بين كل طفل والتاني، انا قادرة مثلا اشوف ظروفي، فانا قادرة ان انا اجيب طفلين، لا قادرة اجيب ثلاثة؟ يعني النسب شكلها ازاي دكتور محمد؟ النسب دي لو انا حضرتك اتكلمت على مستوى القطاع الطبي في كوبومبو بتمثل عندي 70 30، بمعنى يعني 70% 70% استجابة ولا عدم لا 70% استجابة، استجابة؟ 70% استجابة. ال 30% دي انا في القطاع الطبي بأرجح سببين، سبب صحي وسبب بيئي. يعني ال 30% دي عدم الاستجابة سببين رئيسيين، سبب سبب صحي. صحي وسبب بيئي. تمام. السبب الصحي لسه كنا بنتناقش مع حضرتك ان انا النهارده ممكن الام او الست بتحمل بالوسيله، ده سبب صحي. اللي هو إرادة ربنا كلنا خلاص، يعني بنسمع، هي كلنا بنسمع فاهمة وبتعمل، بس للأسف يعني احنا حصل كلنا حمل. بنسمع، صحيح. كلنا بنسمع النهارده الست مركبه دي بوبريفيرا وحملت بيها، اللي هي حقنه الشهر او ال3 شهور وحملت بيها، ده كله بيحصل بايا كانت الوسيله، سواء كانت لاي طرف من الطرفين، وبيحصل بيها حمل. سبب صحي، هندور على يعني الجانب الطبي ايه المشكله اللي حصلت تخليني حصل حمل. السبب البيئي اللي هو احيانا يعني في بعض الناس اللي هو مفيش معرفه، مفيش تعليم، مفيش اهتمام فعليا، في ناس كده مفيش اهتمام نهائيا. يعني الـ عدم الاهتمام ده كمان عندي مش في تنظيم الاسره بس، ده حتى في بعض الاطفال للاسف بنلاحظ ان هم ما بيهتموش حتى بالتطعيمات بتاعتهم، التطعيمات بتاعتهم. اللي هي يعني المفروض احنا عندنا مثلا أساس طبعا الصحة بالنسبة اساس للطفل. جدا اساس، وكل النهارده ممرض بيطلع او الفريق الطبي النهارده اللي بيخرج بكامل المعرفه بالاي دي بتاعه، ومعرف لكل الناس، بالاضافه ان هو من يعني منهم ناس من جوه البلد، فمعروف معروف انا الممرض الفلاني مثلا في الوحده الفلانيه، وعلى الرغم من كده بيخبوا الاطفال في البيت عشان ما ياخدش الطعم. طب الفكرة ايه يا دكتور؟ يعني وصلوا لهم فكرة ان التطعيم ممكن فكرتهم يأذي؟ كتيره. يعني احنا عندنا دلوقتي مثلا تطعيم فئات معينه في المدارس الابتدائي اللي هو التطعيم السحائي، للاسف ان فوجئنا ان الامهات مجرد ما سمعت ما ودتش منعت الاطفال اولادها. انها تروح المدرسه غريبة. للاسف. فده دي معرفه او خوف انا بسميه اللي هو يعني ايه خلل بيئي. والخلل الصحي طبعا ده الام بتفضل بعد كده ايه بتتابع، ولكن انا فعلا اللي شايفه ان نسبه 70% استجابه، ده الحمد بتفضل لله. لسنتين وثلاثه واربعه كمان لحد ما تفكر انها تجيب هايل تاني. هايل هايل جدا. برضو يعني تعداد المواليد احنا يمكن يخص اكتر المجلس القومي للسكان، لكن برضو حضرتك من ضمن اللي انت شايفه وجود السيدات، برضو يعني اعداد الاطفال الانجاب، يعني هل احنا واعيين ولا الاعداد فعلا متزايدة؟ الطفرة اللي حصلت خلال ال4 سنين اللي فاتوا تحديدا، والنسبة اللي ذكرها طبعا أستاذنا إن هي من يعني 3.6 اللي هو يعني من 3.6 ل2.7، دي مش قليلة، صحيح دي مش قليلة خالص بالنسبة بالنسبة لنا. لتعداد السكان احنا كنا تقصد بنتكلم حضرتك. النهاردة في أعداد مهولة، ولكن الفترة اللي فاتت فعلا الطفرة اللي حصلت عن طريق طبعا يعني تلاحم كل الجهات في الـ يعني الأنظمة كلها أو الوزارات كلها تلاحمها مع بعض أدى للطفرة دي اللي حصلت. يعني أنا بتكلم مثلا في 0.7 أو 0.8 النهاردة، نسبة مش قليلة صحيح. بالنسبة لنا، ودي طفرة طبعا بالنسبة لنا مهمة جدا. تمام. بالإضافة إن إحنا أنا يعني برجح المعرفة أكتر، نزود المعرفة أكتر، نزود الرقابة أكتر.
طب المعرفه انا ممكن اكون وجهه نظري ان هي تكون الاعلانات، يعني احنا في فتره واحنا صغيرين كنا حافظين كم اعلانات خاصه بتنظيم الاسره، وتتفق معايا بالظبط استاذ صح يحيى احنا كنا حافظينها وبنرددها، ممكن نكون بالظبط واحنا صغيرين مش فاهمينها، صح لكن فعلا كان الاعلانات دي لا تأثير ليها تاثير. بالظبط بالظبط وحسن تعالى وحسين و صح كده ولا انا بقول حسنين ومحمدين ايوه فعلا كان ليها تاثير. بالظبط ففكره ان انا اعمل يعني توعيه، لكن فكره الرقابه تبقى ازاي؟ الرقابة يعني اللي هو تطبيق القوانين. تمام، المجلس القومي للأمومة والطفولة ليه قوانين واضحة وصارمة صارمة فيما حقيقة يتعلق ب فيما يتعلق النهاردة بالزواج القاصرات، لابد انها يعني زي احنا مثلا تنتهي هذه من فترة الزواج. كنا بنتكلم في حاجة اسمها يعني بنسميها على المستوى الطبي بتاعنا اللي هو السيركمسيجن او الطهارة زي ما بنقول، كانت في البداية بتعدي علينا كلنا وبتعدي على كل الناس وكانت الأمور يعني خلاص ما فيش حد بيدور، لكن حاليا قانون صارم وعلى الطبيب، انا بتكلم كطبيب وعلى الطبيب كمان، مجرد ما للأسف بيتم دكتور محمد في أطباء كتير كانوا بيمارسوا هذه بالظبط العملية. بالظبط حاليا يعني في المستوى مثلا مستوى كومومبو يعتبر يعني مش يعني يعني 99.9% ما فيش خالص الحمد لله ما فيش خالص على مستوى الحمد القطاع لله. الطبي. ليه؟ لان القانون يعني كان صارم والله ونفذ على يعني اكتر من واحد، وبالتالي خلاص انا هدخل نفسي في جريمة ليه؟ فلو القانون النهارده وفي فعليا النهاية دكتور محمد أنا أسفة يعني للمقاطعة، إحنا لما يمكن تحدثنا في أكتر من لقاء سواء يعني موضوعات خاصة بالأطباء أو غيرها، اكتشفنا إن عملية الطهارة أو ختان الإناث هي عملية مش موجودة في الكتب الطبية، مش يعني موجود لا تدرس لا يا تماما، فندم مش موجود مش فهي موجودة نهائيا بتمارس بناء على إيه لا يعني؟ مش موجودة نهائيا خالص، وبالتالي لما القانون النهاردة أخذ مجراه الطبيعي العملية أصبحت بالنسبة لنا خلاص شيء الناس كلها خافت منه، الأب النهاردة هيعاقب خاف منه، الطبيب هيعاقب خاف منه، حتى في ظل اللي هو بعض الحاجات اللي هي البسيطة، أصل أنا بعمل تجميل أنا بعمل كذا، خلاص النهاردة في طب شرعي هيثبت إن كنت أنت بتعمل تجميل ولا ما بتعملش تجميل. تمام. فالقانون النهاردة أنا مقصدي من الرقابة تطبيق القانون، تطبيق نصوص القانون. تمام. يعني عمالة الطفل، زواج القاصرات، وبنود كتيرة يمكن أستاذنا يعني ملم بيها أكتر مني، في حالة تطبيق القانون لازم كلنا هنتراجع. ده احنا مش بس حتى زواج القاصرات دكتور محمد او استاذ يحيى، ده احنا بنتكلم كمان في الزواج المبكر، يعني احنا خلاص عرفنا ان الزواج المبكر هو من بداية 18 لحد 21، ومفروض ان البنت والولد ما بعد 21 زي ما الدولة كده بتعتبرهم هم خلاص بقوا راشد مسؤول واعي لكل شيء، ان هو يتجوز بعد ال 21 سنة، ليه بالظبط اجوزه قبل ال 21 ما هو سنة؟ يعني احنا طبعا يعني عشان كده بنقول يعني لو خدت فرصه تعليم اكتر، وطبعا ما فيش فرق دلوقتي بين البنت البنت والولد، والولد في ما التعليم، بالعكس لان ما شاء الله يعني في التعليم البنات بتبقى بتتفوق في بعض اكتر الحاجات اكتر بالظبط من الولد. فلو حصلت على فرصه تعليم بحيث انها توصل للمرحله الجامعيه، طبعا في الناحيه دي طبعا هتوصل لسن 21 او 22 سنه، طبعا من الناحيه الطبيه طبعا بتكتمل جسمانيا، من ناحيه تستطيع ان هي تقبل على الزواج بمراحله بالحمل والولاده وهكذا. بالنسبه للجزئيه الخاصه بنقول للدكتور اللي هي خاصه عمليه الرقابة. الوعي الخاصه بالختان الاناث او موضوع الـ الوسائل، طبعا يعني بنركز طبعا دايما على حتة الوعي، طبعا حتة ان احنا الرقابة اكتر طبعا دي مطلوبة الرقابة، لكن في ناحية تانية ناحية اللي هي التحفيز. يعني انا مثلا في حتة يعني الانجاب مثلا بتقول سنتين، طبعا سنتين دي تعتبر هو سنتين بس دي قليلة، فيعني طبعا المفروض على الاقل 4 5 سنين على اساس ان الست طبعا تقدر تراعي او صحيح، ترعى يعني احنا الطفل. بنقول مبدئيا بالظبط سنتين كده. ربنا قال. من ناحيه طبعا التحفيز، طبعا الدوله طبعا حطت بعض يعني شرعت بعض الحاجات اللي هي تحفيز مثلا في اختيار الام المثاليه، طبعا بيركزوا على حته اعداد المواليد. مواليد الناحيه الثانيه في مثلا مبادره تكافل وكرامه، طبعا يعني لما يكون عدد كبير طبعا انا مش هقدر اغطي
فبتختار السيدات بتعمل بحث لها ان يشوف انجبت كم مولود. هو عمليه من ضمن الحاجات بقى اللي نوه عليها استاذ يحيى يعني تاكيدا اولا للحصول على معاش تكافل وكرامه المفروض ان يتاكدوا ان الام بتعلم اولادها تعليم والانجاب وعدد الولاد المواليد او الابناء يكون ما يزيدش عن كام بالظبط كده يعني تقريبا من 2 أو 3 اطفال في بحيث تحصل على ايه المعاش التكافل لو أكثر من والكرامه مش على اساس ان دي مبادره من الدولة عاملاها. فعملية التحفيز دي يعني ايه تعتبر افضل يعني الرقابة مطلوبة بس طبعا التحفيز للأسر والسيدات ده هيجيب نتيجة اكتر. صحيح. الناحية التانية طبعا ان بنركز عليها طبعا من خلال الجهات الشريكة معانا اللي هي تمكين المرأة اقتصادية. طبعا الست لما تشتغل طبعا تحصل يعني تعمل عمل حرفي يعني عمل داخل حتى ممكن داخل المنزل ما هواش طبعا هتطلع تخرج خارج المنزل ان هي هتحصل على تدريب في مهن حرفيه خاصه بالحرف اليدويه او البيئه الخاصه بالمجتمع الاسواني. طبعا دي في الحاله دي هتزود دخلها يعني هتبقى ليها دخل او مصدر رزق. في الناحيه الثانيه طبعا هتشغل فراخها بعمل مدر للدخل ومفيد لها في عملها هيساعدها في الايه في الحصول على ايه فرص عمل اكتر في ان هي يعني ان هي لما تحصل على في مهنه معينه بتجيدها حتى يعني هتقدر يعني تبقى مسؤوله وفاهمه وواعيه بتشتغل بتدر ربح بتبقى بتدير حياتها بشكل صح اعتقد ان كل ده ممكن الجهات اللي بتشتغل في هذا المجال طبعا عندنا جهاز المشروعات الصغيره بتعمل مبادرات بتدي قروض خاصه للسيدات ايضا التضامن الاجتماعي عن طريق الاسر المنتجه كل الهدف منه ان هي تساعد السيده ان هي ايه تكون ليها في حرفه تدر دخل ليها. جميل. اتمنى ان التحفيز ده كمان يكون مطبق في وزاره الصحه يعني. بالظبط انا لسه كنت بس يعني هنوه او اعلق على نقطه تكافل وكرامه، تكافل وكرامه عندنا ده سيستم الاول كان مستقل بس من حوالي 4 أو 5 سنين ان احنا لجنه طبيه بيدخل المريض النهارده بنشوف الشهاده بتاعته او التقرير بتاعه ونكتب على السيستم او الكمبيوتر اذا كان يستحق او لا يستحق عن طريق بوينت كده معينه وهو بيديني النتيجه تحت دايركت عن طريق التقييم اللي فوق. دلوقتي لا، دلوقتي اصبح في كراسه واصبح في مسؤول في كل وحده على حسب التوصيف بتاعه سواء كان ممرض ولا مراقب ولا اداري. مسؤول النهارده عن الكراسه دي هي انتظمت في التطعيم ولا لا؟ منتظمه في المدارس ولا لا؟ ودايركت على طول اداره الشؤون الاجتماعيه عندنا بتروح موقفه الشهر اللي هي ما انتظمتش فيه. طب ده هايل جدا ده فكره التحفيز بجد بقت يعني واعتقد ان الناس مش هي فكره يعني ان هي ماديه لكن الظروف الاقتصاديه بقت خلتهم بيحرصوا على ان هم يحصلوا على المعاش بما انه هو متاح ليهم وفي نفس الوقت هي ساعدت بنقاط كده معينه ان هي تهتم باستكمال الاطفال للتعليم ان هي تهتم بصحتهم ان هي تعمل حاجات كتيرة جدا بإجبار بهذا المعاش. هو مش إجبار قد ما هي وكأنها متابعة من الدولة بالزبط. يعني دولة مش هتقدر تتابع ولكن قدرت تعمل ده بمعاش تكافل وكرامة بالإضافة لمعظم الخدمات برضو يعني كل الوزارات كمان مش وزارة الصحة بس يعني دلوقتي مثلا يعني بنسمع كتير ان اي ام النهارده راحت مدرسه ما عندهاش مقدره انها تدفع ظروف يعني تدفع تكاليف المدرسه او الكتب المدرسيه بيقدموا الاوراق بتاعتهم في اداره الشؤون النهارده وبياخدوا الموافقه بالاستثناء بالاعفاء مثلا من المصاريف الدراسيه ده شيء كويس فبالعكس ده الدوله بتسعى ان تعمل كل ده بمنظومه واحده عشان تساعد الاسره المصريه على ان هي تخطي كتير من العقبات. انا في النهايه طبعا بشكركم يعني حاولنا ننقل للمشاهدين قد ايه الصوره اللي جايه صوره رائعه في مشاهد كتيرة جدا بتنفذ من الجهات المعنية في الدولة سواء وزارة الصحة سواء المجلس القومي للسكان لكن على المواطن بقى يعني المواطن نفسه ان هو يسعى لفعل الصح
حاول انت بقى تعمل الصح. اسمحوا لي ان انا اشكر في النهايه ضيوفي الكرام، استاذ يحيى احمد فضل مدير عام المجلس القومي للسكان بمحافظه اسوان، اهلا بحضرتك ودايما منورنا، ودكتور محمد السيد ابو الفضل مدير الاداره الصحيه بكمومبو ومسؤول الرعايه الاساسيه، نورتنا وشرفتنا، شكرا ليكم وبجد شكرا لمجهوداتكم، ويا رب دايما بالخير، يا رب دايما بالخير لمصر. مشاهدينا